الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: أنساكه إن شئت إفراد كذا وتمتع، أو إن تشاء بقران، إن سقت هديا فالقران مفضل، أو فالتمتع يا أخ العرفان، وإذا اعتمرت بأشهر للحج فالإفراد أفضل، قاله الحراني. ويهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول الناظم عفى الله عنه أنساكه، أي أنساك الحج. قوله إن شئت إفراداً، لقد أجمع علماء الإسلام على أن أنواع الأنساك ثلاثة أنواع لا رابع لها، وهي نسك الإفراد، ونسك التمتع، ونسك القران، وهذا لا نعلم نزاعا فيه بين أهل العلم أبدا. فإن قلت وهل دخل فيها شيء من النسخ، الجواب أجمع العلماء على أن لا نسخ في شيء من هذه المناسك الثلاثة، فمن شاء أن يهل قارنا فله ذلك، ومن شاء أن يهل مفرداً أو متمتعاً فله ذلك، لا نسخ في شيء من ذلك أبداً. وعلى ذلك كلمة عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. قوله إن شئت إفراداً، والإفراد هو أن يهل الإنسان بحج فقط، فيقول اللهم لبيك حجاً، هذا الإفراد. قوله وتمتع، والتمتع هو أن يهل الإنسان بالعمرة أولاً، فإذا تحلل منها طوافاً وسعياً وتقصيراً يهل في اليوم الثامن بالحج، فيجمع بين الحج والعمرة بأعمال مفردة لكل نسك. فأعمال العمرة تكون على حدة، وأعمال الحج تكون على حدة. قوله قوله أو إن تشأ بقران، والقران هو أن يجمع بين العمرة والحج، فيقول لبيك حجا وعمرة. فإن قلت وأي هذه الأنساك أفضل، الجواب تجيبك الأبيات التي بعدها في قوله إن سقت هديا فالقران مفضل، يعني القران أفضل لمن ساق الهدي. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أفضل هذه الأنساك على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا على عدد الأنساك الثلاثة. بينما أبو العباس بن تيمية رحمه الله يذهب إلى منحى آخر بينما ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى منحى آخر وهو أن الفضل بين هذه الأنساك إنما هو مطلق الفضل للفضل المطلق، يعني لا نستطيع أن نقول بأن القران هو الأفضل مطلقا، أو التمتع أفضل مطلقا، أو الإفراد أفضل مطلقا، وإنما يختلف ذلك باختلاف الحال. فأحيانا يكون التمتع أفضل، وأحيانا يكون الإفراد أفضل، وأحيانا يكون القران أفضل. الناظم في هذه الأبيات القادمة اختار ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا ساق الإنسان الهدي من بيته أو من بلده، أو اشتراه في الطريق وساقه إلى مكة، فلا جرم أن الأفضل له في هذه الحجة أن يكون قارنا، فالقران يكون أفضل لمن ساق الهدي من بلده أو اشتراه في الطريق. وهذا دليله حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم نسك القران. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، فالأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا. فإذا الأدلة الدالة على تفضيل القران إنما هي محمولة على من ساق الهدي. ثم قال الناظم: أو فالتمتع يا أخ العرفان، وإذا اعتمرت بأشهر للحج فالإفراد أفضل، قاله الحراني. إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج
فإن الأفضل له إن حج من عامه أن يكون مفردا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج، أي اعتمر في شهر شوال أو ذي القعدة عمرة مفردة بأعمالها ثم رجع من سفرتها إلى دويرة أهله، فإنه إذا أراد أن يحج في هذا العام فالأفضل له في قول عامة أهل العلم أن يكون مفردا. فالإفراد أفضل في حق من اعتمر عمرة مفردة بأعمالها وسفرتها في أشهر الحج. فالأدلة الدالة على تفضيل القران إنما هي محمولة على من اعتمر في أشهر الحج، هذا واضح. وإذا لم يحصل الأمران فالتمتع أفضل، ونعني بقولنا الأمرين أي لم يسق الإنسان الهدي من بلده ولم يعتمر في أشهر الحج، فالأفضل له في هذه الحالة أن يكون متمتعا. وهذا القول هو الذي يجمع الأدلة كلها، ولذلك فلا يأتي الإشكال عندنا في هذه المسألة إلا في حق من ظن أن التفضيل بين هذه الأنساك الثلاثة هو الفضل المطلق، ولكن من جعله مطلق الفضل لا يكون الأمر مشكلا عنده. فالأدلة التي فضلت الإفراد محمولة على من اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة، والأدلة التي فضلت القراء محمولة على من ساق الهدي، والأدلة التي فضلت التمتع محمولة على من لم يحصل منه هذان الأمران، فلم يسق هديا ولم يعتمر في أشهر الحج. قوله قاله الحراني أي اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت ومن نسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلت ومن نسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد نوع النسك على ثلاثة أقوال هي على عدد الأنساك. فمن الصحابة من قال أحرم قارنا، ومن الصحابة من قال أحرم متمتعا، ومن الصحابة من قال أحرم مفردا، ولكل أدلته. أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى نحى منحا آخر، وهذا الرجل موفق في قضية الجمع بين الأقوال كما ذكرت لكم في درس سابق. فأعظم قاعدة عند أبي العباس هي احترام الأدلة، فهو لا يريد أن يفضل دليلا على حساب دليل، بل يريد أن ينظر في القول الذي يجمع بين فضل الأدلة كلها حتى يعمل بها كلها في على حد سواء. فقال أبو العباس الجمع بين أقوال أهل العلم الثلاثة هذه كما يلي: الذين قالوا إنه حج قارنا، هذا لا إشكال في قولهم إن ثبت قرانه عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بأنه حج قارنا لا إشكال عندنا في قضية كونه قارنا، بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ثبت ذلك عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بقينا في إشكالين: في إشكال من قال حج متمتعا، وفي إشكال من قال حج مفردا. ولكن على قول أبي العباس لا يبقى شيء من الإشكال، فتريدون أن نبدأ بماذا؟ بمن قال متمتعا. بيان الإشكال أن تفهم وفقك الله أن التمتع الوارد في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: إلى تمتع عام وإلى تمتع خاص. فقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يحمله أهل العلم على التمتعين، تمتع القران والتمتع الخاص. فالذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع كابن عمر، قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ابن عمر في نفس الحديث هذا ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من طواف العمرة وسعيها أنه امتنع عن التقصير معللا بأنه قد ساق الهدي. فإذا أي تمتع يقصد به ابن عمر؟ لا يمكن أبدا أن يحمل كلام ابن عمر على التمتع الخاص الذي يتخلل عمرته وحجه حل كامل، لأنه أخبرنا في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التحلل لما قال له الصحابة
يا رسول الله إنك لم تتحلل فكيف تأمرنا أن نتحلل؟ قال إني سقت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أقضي حجي. فإذا هل تمتعه أوجب له تحللا بين العمرة والحج؟ الجواب لا. إذا لا يمكن أن يكون مقصود ابن عمر في قوله تمتع أي التمتع الخاص الذي من خصيصته أن يكون ثمة فاصل تحلل كامل بين العمرة وأعمالها وبين الحج وأعمالها. فإذا أي تمتع يقصد به ابن عمر؟ الجواب هو التمتع العام وهو القران. فإن قلت وهل القران يسمى تمتعا؟ أقول نعم، ولكن ليس تمتعا خاصا وإنما يدخل في مسمى التمتع العام. فإن قلت وكيف تسمي القران تمتعا؟ ما وجه إدخال القران في مسمى التمتع؟ أقول إن القارن قد تمتع من جهتين، دخل على نسكه التمتع أي الترفه من جهتين. الجهة الأولى أنه سقط عنه إحدى السفرتين، إذ كان ملزما بسفرة خاصة للعمرة وسفرة خاصة للحج، ولكن لما جمع أعمال العمرة والحج في سفرة واحدة ترفه وتمتع بسقوط إحدى السفرتين. إذن هذا نوع تمتع ولا لا؟ الجواب بلى، هو تمتع. وثمة تمتع آخر أيضا، وهو أنه تمتع بسقوط أحد العملين، إذ أن طواف حجه هو بعينه طواف عمرته، وسعي حجه هو بعينه سعي حجه حجته. فهل القارن يسعى للعمرة سعيا خاصا ويطوف لها طوافا خاصا، أم يدخل طوافها مع طواف الحج وسعيها مع سعي الحج؟ فيحصل بالطواف الواحد أجر طوافين، ويحصل بالسعي الواحد أجر سعيين بعمل واحد، إذا ترفق بسقوط أعمال العمرة. أوليس هذا تمتع آخر؟ الجواب بل، هو تمتع آخر. إذا صار القارن يوصف بأنه متمتع بالتمتع العام بناء على هذين الأمرين، وهو أنه تمتع أولا بسقوط إحدى السفرتين، ثم تمتع ثانيا بسقوط أحد العملين وهي أعمال العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعائشة رضي الله عنها إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. فلا داعي أن يفرد القارن العمرة بطواف خاص أو بسعي خاص كما يفعله المتمتع التمتع الخاص، وإنما طواف حجه يدخل فيه طواف عمرته تبعا، وسعي حجه يدخل فيه سعي عمرته تبعا. وهذه من نعمة الله عز وجل ومن التوسط. واضح هذا ولا لا؟ فإذا الذين قالوا تمتع رسول الله لا يقصدون به التمتع الخاص، لا يقصدون به التمتع العام، وإنما يقصدون به التمتع الخاص. وهل عفوا الذين قالوا بأنه تمتع لا يقصدون به التمتع الخاص وإنما يقصدون به التمتع العام، فهل بين قولهم حج قارنا وقولهم حج متمتعا أي تعارض؟ الجواب ليس هناك أي تعارض، لكن الذين قالوا قارنا حددوا نوع التمتع فقالوا تمتع قارنا، والذين قالوا تمتع عبروا عن القران بجنسه الذي يدخل فيه. انحل الإشكال الثالث، بقينا في إشكال ثالث وهو وصف الذين قالوا بأنه حج مفردا، ونقول أيضا لا إشكال فيه. وبيان الحال أن نقول اعلم رحمك الله أن الذين قالوا بأنه حج مفردا لا يقصدون به أنه أهل بالحج مفردا، إذ أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصوا أنه جمع بين الحج والعمرة كابن عمر وغيب عائشة وغيرهم من أصحاب رسول الله. فإذا لا يمكن أبدا أن يكون قولهم حج مفردا أنهم يقصدون نوع النسك. فإن قلت إذا كانوا لا يقصدون نوع النسك إذا يقصدون به ماذا؟ نقول يقصدون بها أعمال المفرد، لأن المتقرر عند العلماء أن أعمال القارن كأعمال المفرد تماما إلا في شيئين، في الإهلال وفي وجوب الهدي، وإلا ففي غيرهما فالقارن المفرد.
القارب عليه سعي واحد لحجه وعمرته، والقارب المفرد كذلك. القارب عليه طواف واحد لحجه وعمرته، والمفرد كذلك. والقارب عليه وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي جمال وطواف ودع، وكذلك القارب. فإذا لا يختلف القارب عن المفرد إلا في أمرين، في الإهلال فهذا يقول لبيك حجا فقط، والثاني يقول لبيك عمرة وحجا. فإذا هذا أول اختلاف بينهما. والاختلاف الثاني أن القارن عليه هدي واجب، وأما المفرد فليس عليه هدي واجب، وإلا فالأعمال هي الأعمال. فالذين قالوا بأنه حج مفردا لا يقصدون به نوع النسك، وإنما يقصدون به نوع العمل. انحل الإشكال. فإذا خلاصة الكلام أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا إشكال في هذا، والذين قالوا حج متمتعا إنما يقصدون به التمتع العام للتمتع الخاص، والقران تمتع بالمعنى العام. والذين قالوا بأنه حج مفردا لا يقصدون به الإفراد بمعنى النسك، وإنما يقصدون به الإفراد أي أعمال المفرد. وبذلك تجتمع الأدلة وتتآلف، ولا يكون بينها أي نوع نزاع ولا شقاق. والحمد لله رب العالمين. ويهل أهل مدينة العدنان من ذي الحليفة جاء في البرهان، ولأهل شام جحفة ويا لملم ميقات ذي يمن، أولي الإيمان ولنجدنا قرن، وأهل عراقنا من ذات عرق حددت بمكان. ويهل من دون المحدد يا فتى من حيث أنشأ لا تكن متواني. ولأهل مكة مكة من دارهم، واحذر تفاصيلا بلا برهان. هذه الأبيات تتكلم عن المواقيت، واعلم أن مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، إلى مواقيت زمانية وإلى مواقيت مكانية. مواقيت الإحرام أو مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، إلى مواقيت زمانية وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ودليلها قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات وأقل الجمع اثنان. وأما المواقيت الثانية فهي المواقيت المكانية، وهي تلك المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وهي التي لا يجوز للآفاقيين البعيد أن يتجاوزها إلى مكة بإهلال إلا بالإهلال منها إذا أراد حجا أو عمرة. فإن قلت وما القاعدة المتقررة في هذه المواقيت؟ الجواب القاعدة المتقررة فيها تقول مواقيت الحج المكانية توقيفية على النص، فلا يجوز لأحد أن يحدد مكانا إلا وعلى تحديده دليل من الشرع، فهي ليست خاضعة لاجتهاد أحد، لأن التحديد مبناه على غيب في نوع اختيار هذا المكان أو علة اختيار هذا المكان، ولذلك لا ندري عن العلة بعينها لم اختار الله عز وجل هذا المكان دون هذا المكان. فبما أن العلة تعبدية وغيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيكون الأمر فيها مبناه على التوقيف، فلا عقل في غيب ولا اجتهاد ولا رأي في غيب، ولا ينبغي أن يدخل فيها الإنسان بمحض اجتهاده أو بمحض عقله ورأيه. فما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المواقيت المكانية عملنا به، وما لا فلا. وإذا كان الميقات منقولا عن أحد من الصحابة واتفقت عليه الأمة فلا جرم أن الإجماع يعتبر دليلا شرعيا كخلافهم بذات عرق. فبدأ يفصلها لك فقال ويهل. الإهلال هو رفع الصوت بالنسك، فإن الإنسان إذا أحرم من هذه المواقيت فمن السنة له إذا ركب راحلته أن يقول
اللهم لبيك كذا وكذا، فقوله هذا يعتبر إهلالا. فمن أين يهل أهل مدينة العدنان صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويهل أهل مدينة العدنان أي المدينة النبوية من ذي الحليفة، وهو مكان معروف قريب من المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة على الإطلاق، فبينه وبين مكة مئات الكيلومترات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل من ذي الحليفة إذا أراد نسكا بحج أو عمرة. فإن قلت ومن أين يهل أهل الشام؟ الجواب قال: ولأهل شام جحفة، وهي مكان معروف، وسميت الجحفة لأن السيول جحفتها، وصار الناس الآن يحرمون من مدينة يقال لها رابغ، وهي قبل الجحفة بقليل. ثم قال: ويلملم ميقات ذي يمن، أي أن أهل اليمن يهلون من يلملم. ثم قال: ولنجدنا قرن، أي قرن المنازل، وهو ميقات المعروف ولا يحتاج به إلى تفصيل. ثم قال: وأهل عراقنا من ذات عرق، وهي مكان معروف، والدولة حريصة على تحديد هذه المواقيت وبناء المساجد فيها وتوفير كافة الخدمات التي تخص من أراد الإحرام فيها، ولله الحمد والمنة. ودليل هذه المواقيت ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وفي حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت لهم ذلك، ولا غرابة في أن يوافق اجتهادهم المنصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه المواقيت ثابتة بالسنة والإجماع، فقد أجمع العلماء على توقيت هذه المواقيت وعلى صحة الإحرام منها. فإن قلت وما حكم من دون هذه المواقيت؟ أجاب الناظم عن ذلك بقوله: ويهل من دون المحدد يا فتى، أي من كان داخل هذه المواقيت وقبل حدود الحرم، إهلاله من مكانه أي من حيث أنشأ حجا وعمرة، فيهل من بيته. فأهل جدة يهلون من بيوتهم، وأهل بحرة يهلون من بيوتهم، وأهل الشرائع أيضا يهلون من بيوتهم، وأهل الجعرانة أيضا يهلون من بيوتهم، وهكذا. فكل من كان داخل هذه المواقيت وقبل حدود الحرم مهله من حيث أنشأ. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ومن كان دونهن فمهله، أي وقت إهلاله من حيث أنشأ. والقسم الثالث أهل مكة، فمن أين يهل أهل مكة؟ أجاب الناظم عن ذلك بقوله: ولأهل مكة مكة من دارهم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون من مكة للحج والعمرة، كما سيأتي تفصيله بعد قليل. فإن قلت وهل يهل المكي بالعمرة أيضا من بيته كما يهل بالحج، أم أنه لا بد أن يهل بها من أدنى الحل؟ الجواب: في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وسبب الخلاف هو تعارض الأحاديث بالظاهر. فهناك أحاديث تجيز للمكي أن يهل من بيته بالعمرة، كحديث ابن عباس هذا قال: حتى أهل مكة من مكة، مع أنه قال ممن أراد الحج أو العمرة، فأجاز للمكي أن يهل بالحج والعمرة من بيته. بينما يعارض هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل وأقرب الحل من الحرم، فتهل بالعمرة. فلو كان المكي يجوز له أن يهل من مكانه الذي هو نازل فيه لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولما حبس الناس بعد الفراغ من نسكهم حتى تكمل عائشة عمرتها التي أهلت بها من أدنى الحل. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إحرام المكي من مكة، بينما ذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل. ولكن بعد النظر في الأدلة وجدت أن هناك قولا يجمع بين الأدلة ولا نستطيع أن نعمل بها كلها، ولا داعي إلى القول بأن ما فعلته عائشة يعتبر مخصصا لحديث ابن عباس بالنسبة للعمرة، وإنما نقسم أهل مكة إلى قسمين: إلى آفاقيين قد نزلوا بها لغرض ثم يرجعون إلى بلادهم، وإلى أناس قد نزلوا مكة نزول أصالة وإقامة. فمن كان مكيا أصالة وإقامة فإنه يهل بالحج والعمرة من بيته. وعلى ذلك نعمل، وعلى ذلك نحمل حديث ابن عباس في الصحيحين قال: ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة يهلون من مكة. فإذا كان الإنسان مكيا أصالة وإقامة فإنه يهل بالعمرة من بيته، وهذا من جملة ما خص الله عز وجل به أهل مكة، كما خصهم بجواز الإحرام بالحج من بيوتهم، فإن العمرة قرينة الحج بالنسبة لأهل مكة. وأما من كان آفاقيا وجاء إلى مكة وقد فرغ من نسكه ثم أراد أن يحرم بالعمرة مرة أخرى فإنه لا ينبغي أن نعامله معاملة أهل مكة الأصليين، وإنما نقول له: يجب عليك أن تأتي بالعمرة من التنعيم أو من أدنى الحل كعرفات وغيرها. وعلى ذلك حديث عائشة، فإن عائشة ليست من أهل مكة الأصليين، وإنما نزلت مكة وجاءت إليها لأداء النسك، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بعمرتها من التنعيم. فلو تأملت هذا القول لوجدته يعمل بحديث ابن عباس على حال، ويعمل بحديث عائشة على حال، ولا يكون ثمة تقييد لمطلق ولا تخصيص لعام ولا ناسخ ولا منسوخ، بل نعمل بكل دليل على كمال دلالته في محل غير محل الدليل الآخر، وهذا هو الواجب ما أمكن، فإن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والجمع باختلاف الأحوال مقدم على الجمع بالتخصيص والتقييد. الجمع باختلاف الأحوال مقدم على الجمع بالتخصيص والتقييد، لأن الجمع بينهما يعني الجمع بالتخصيص والتقييد يوجب تعطيل شيء من دلالة أحد النصين، ففي التقييد يوجب تعطيل الدليل المطلق على حدود ما قيد به، وفي التخصيص يوجب تعطيل بعض أفراد الدليل العام على ما اقتضاه دليل التخصيص. لكن إذا حملنا هذا الدليل على حال والدليل الآخر على حال أخرى فإننا نعمل بالدليل كاملا في كل جزئياته من غير تقييد ولا تخصيص ولا نسخ، وهذا هو الواجب علينا ما أمكن. وهذا القول وإن كان القائل به قليلا إلا أن الكثرة والقلة ليست مناطا لمعرفة الحق من الباطل، ولو تأملت هذا القول لوجدته هو القول الذي تتآلف به الأدلة من غير نسخ شيء منها ومن غير إخراج شيء من دلالة إطلاقها أو دلالة عمومها. فمن كان آفاقيا ونزل إلى مكة لغرض وأراد العمرة فليحرم من خارج حدود الحرم، لأن الإحرام بالعمرة من الحرم مخصوص بأهل الحرم أصالة وإقامة، وهذا من جملة ما خصت الشريعة أهل الحرم به. فإن قلت: وكيف يحرم من كان في الطائرة؟ الجواب: المتقدر عند العلماء أن محاذاة الشيء تأخذ حكمه، المتقدر عند العلماء أن محاذاة الشيء تأخذ حكمه،
فمن حاذى واحدة من هذه المواقيت برًا أو بحرًا أو جوًا ثم أحرم بالمحاذاة فإنها تعتبر إحرامًا من نفس المكان. ولذلك أهل الطائف يحرمون من محرم، أليس كذلك؟ وهو جزء قرن المنازل من الجهة الأخرى، فهو محاذ لقرن المنازل. وكذلك في الطائرة يحرم الإنسان إذا حاذ هذه المواقيت جوًا، وكذلك أهل السفن يحرمون إذا حاذ أحد هذه المواقيت بحرًا، وكل ذلك معلوم لدى أهل الملاحة بحرًا وجوًا، ويخبرون بها من أراد الإحرام من ركاب سفنهم أو طائراتهم. فإن قلت وما الحكم فيما لو أراد الإنسان اكتساب زيادة حسنات وأحرم قبل مجيئه لهذه المواقيت؟ الجواب: من تعبد لله عز وجل بأي عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى باب بدعة وافتتح باب ضلال. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم قبل وصول هذه المواقيت، بل ينبغي له أن يؤخر إحرامه حتى يحرم من عين هذه المواقيت، فلا يحرم قبلها ولا يؤخر إحرامه إلى ما بعدها. ولا ينبغي أن يرى من نفسه أنه جاء بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتقرر بإجماع المسلمين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من هذه المواقيت. فإن قلت وكيف نحمل وكيف نجيب عن من قال بأن المقصود من قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك؟ الجواب: إنما يقصدون الإحرام عزيمة لا دخولا، إنما يقصدون الإحرام عزيمة لا دخولا، بمعنى أنك تخرج من دويرة أهلك تقصد الحرم لا تقصد شيئا آخر، تقصد الحج لا تقصد شيئا آخر، أو تقصد العمرة لا تقصد شيئا آخر. ولا يقصدون بها أن يحرم الإنسان إنشاء وإيقاعا وعملا، بمعنى أن يقول في دويرة أهله لبيك حجا أو لبيك عمرة، فهذا لا يقصدونه، وإنما يقصدون أن لا يكون الباعث لك على هذه السفرة شيء من أمور الدنيا يخالط الإحرام بهما، وإنما تخرج ناويا الإحرام بهما. وأما الإحرام دخولا فإن الجميع يقولون لا ينبغي إلا إذا كان من المواقيت. فهذا ينبغي لنا فيه الانتباه، لأن من الناس من نراه يتعبد لله عز وجل فيحرم قبل وصول هذه المواقيت. فإن قلت وما الحكم فيما لو تجاوز الإنسان شيئا من هذه المواقيت؟ الجواب: لا يخلو إذا تجاوزها من حالتين، إما أن يرجع إليها فينشئ الإحرام منها، وإما أن يحرم من داخلها. فأما إذا رجع وأحرم منها فقد كفى الله المؤمنين الدم، ويكون قد صحح خطأه ولا شيء عليه. وأما إذا تجاوزها وأحرم من داخلها فإنه يكون قد فوت واجبا ونسكا، والمتقرر عند العلماء أن من ترك نسكه أو شيئا منه فإنه يغريق دما، لأنه فوت مأمورا، وفدية ترك المأمورات ليس فيها خصال متعددة، إنما هو الدم خاصة كما سيأتينا في الأبيات التي بعدها إن شاء الله. ثم قال الناظم: واحذر تفاصيلا بلا برهان، كأنه يريد أن يرد على من قال بأن جدة ميقات لغير أهلها أو للآفاقيين، لأن هذا من التفاصيل والتحديدات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالقول الصحيح عندنا أن جدة إنما هي ميقات لأهلها، لأنها دون المواقيت، لأنها دون المواقيت، وليست محاذية لشيء من المواقيت مطلقا.
لا لذات عرق ولا لقرن المنازل. فالآفاقي برا وجوا وبحرا لا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، فإن عليه في هذه الحالة دما، وإنما يحرم إذا حان واحدة من هذه المواقيت في جوه أو في بحره. والأصل في والأصل في المحظورات في إحرام والأصل لا تكسر بيتي، بيتي لا تكسر. والأصل في المحظور في إحرامنا وقف على التشريع بالبرهان هي عشرة: حلق ولبس مخيطنا والطيب أو قلم لظفر بناني لظفر بناني والوطء مع عقد النكاح وصيدنا وكذا مباشرة لذي النسوان وكذاك تغطية الرؤوس ولبسها لنقاب أو قفاز لنقاب أو قفازها نهيان. أنت عندك مشكلة في الشعر؟ ما تتذوق الشعر كانت ولا عندك مشكلة في الأبيات؟ ممكن الشعر الفقهي يصير لها وزن مخصص يعني. طيب، هذه الأبيات تتكلم عن محظورات الإحرام، بمعنى أن الإنسان إذا دخل في الإحرام فإنه يجب عليه أن يجتنب أمورا كما أن عليه أن يفعل أمورا. هذه الأبيات تتكلم عما يجب اجتنابه حال إحرامه، كما لو دخل الإنسان في الصلاة بتكبيرة الإحرام فسميت إحراما لأنها تمنع الإنسان وتحرم عليه أشياء معينة كانت تجوز له قبل التكبيرة. وكذلك إذا قلت اللهم لبيك عمره هذا ودخلت في حكم الإحرام فسمي الإحرام إحراما لأنه يحرم على الإنسان شيئا يجوز للحلال. وعندنا قاعدتان لا بد من فهمهما في هذه المسألة. القاعدة الأولى: أحكام المحرم كالحلال إلا فيما خصه النص. أحكام المحرم كالحلال إلا فيما خصه النص، فلا يجوز لنا أن نحرم على المحرم شيئا من الأقوال أو الأفعال أو التصرفات إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع، لأن الأصل حلها والتحريم عادل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يلد الناقل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والتحريم والمنع الحكمان شرعيان، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا قال أحد من الناس إن المحرم يحرم عليه كذا وكذا فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فإننا نعتبر عن تحريم الله برهانا يعبده ولا دليل يوصله. وقد استقرأ العلماء رحمهم الله تعالى المحرمات على المحرم فوجدوها عينما نص عليه الناظم في هذه الأمور التسعة. القاعدة الثانية: الأصل في محظورات الإحرام التوقيف على الأدلة، يعني بمعنى القاعدة الأولى تماما، فلا حق لأحد أن يحرم على المحرم شيئا إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. ثم بدأ الناظم يعددها لك، فقال في المحظور الأول: هي عشرة، وأنا أخطأت سابقا وقلت تسعة، بل هي عشرة. قال: حلق أي حلق الرأس، فلا يجوز للمحرم ولا المحرمة أن يحلقوا شيئا من رؤوسهم ولا أن ينتفوا شيئا من شعورهم، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، فدليله الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ذكرا كان أو أنثى يحرم عليه بعد الدخول في حكم إحرامه أن يأخذ شيئا من شعره أو لحيته أو شاربه أو إبطيه أو صدره أو فخذيه أو يديه أو رجليه، لا يحل له أن يحلق شعره. وبرهان هذا الإجماع قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
الهدي محلة. وفي الصحيحين من حديث ميمونة أنها قالت يا رسول الله لم حل الناس من عمرتهم وأنت لم تحلل من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فلا يجوز للمحرم أن يتعرض لشيء من رأسه مطلقا ولا من أي شعرة من سائر جسده. وقد قسم العلماء هذه المحظورات إلى محظورات تخص الرجال وإلى محظورات تخص النساء. فمحظور الحلق من المحظورات العامة للرجال والنساء. ثم قال رحمه الله ولبس مخيطنا وهو من المحظورات الخاصة بالرجال، فيحرم على الرجل أن يلبس شيئا من المخيط. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا شيئا مسه زعفران أو ورس. قال ولا الخفاف، ولا تلبس شيئا من مسه زعفران أو ورس. فهذه أسماء أجناس للملبوسات المحرمة. فقوله لا تلبس القميص كناية عن كل مخيط يجلل الجسد، ولا السراويلات كناية عن المخيط الذي يكون من أسفل الجسد كالبنطلون أو السراويل القصيرة المسماة بالتربان وغيرها. وكذلك قوله البرانس يدخل فيها الدقلة والبشت والفروة، كل هذه من باب المخيط الذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه. ولكن لا بد أن نعرف ما هو المخيط. ما هو المخيط؟ الجواب المخيط هو ما حيك على قدر عضو من أعضاء الإنسان، كالمخيط على قدر الرأس كالطاقية والطربوس والعمامة، أو المخيط على قدر جزء الإنسان العلوي كالكوت والبدلة والفنيلة، أو المخيط على جزء الإنسان السفلي كالسراويل الصغيرة أو الطويلة أو البنطلون، أو كالمخيط على يديه كالقفازين، أو على رجليه كالخفين والجوارب. كل هذا يدخل في مسمى المخيط. وهذا هو تعريف المخيط إجماعا كما حكاه الإمام المرداوي في الإنصاف. فليس المقصود بالمخيط أي ما فيه خيوط، لا، وإنما المقصود بالمخيط هو المحاك على قدر عضو معين كالبرانس والسراوي والعمائم والخفاف والجوارب والطواقي وغيرها مما هو معلوم الذي يكون لله الحمد. فما كان داخلا في مسمى المخيط فإنه لا يجوز للرجل أن يلبسه. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام أنه تجرد لإهلاله واغتسل، أي تجرد عن ما يسمى مخيطا. وقد أجمع العلماء على هذا المحظور. فإذا عندنا الآن أجمع العلماء على حرمة أخذ شيء من شعر المحرم ذكرا كان أو أنثى، وأجمع العلماء أيضا على حرمة المخيط على الرجل. ثم قال في المحظور الثالث والطيب، وهذا من المحظورات العامة على الرجال والنساء. فلا يجوز للإنسان أن ينشئ طيبا بعد إحرامه، فمن تطيب بعد عقد الإحرام طيبا جديدا فإنه تطيبا جديدا فقد ارتكب محظورا من محظوراته. وبرهانه الإجماع، فقد أجمع العلماء على حرمة استعمال المحرم للطيب. فما يسمى طيبا عرفا فإنه يحرم على المحرم استعماله. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لبس جبته أما الطيب فاغسله. أنتم معي ولا لا؟ وقد أجمع العلماء على ذلك. فإن قلت أولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه
أي قبل عقد الإحرام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فنقول بلى، فتقول أولا أوليس أثر الطيب سيبقى بعد عقد الإحرام؟ فأقول بلى، ولكن إنما هو بقاء أثر، والمحرم هو ابتداؤه لا بقاء أثره، والمحرم هو ابتداء الطيب لا بقاء أثره، لأن المتقرر عند العلماء أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في إيش؟ في الابتداء. فإن قلت وما حكم استعمال المنظفات المعطرة للمحرم؟ الجواب من أهل العلم من أجازها مطلقا لأنها لا تدخل في حيز الطيب عرفا، فلو أنك جئت إلى أضيافك تريد أن تطيبهم بشيء من هذه المنظفات لفروا من المجلس، لأنك تطيبهم بما ليس بطيب عرفا، وما ليس بطيب عرفا فإنه يجوز للمحرم استعماله. ومن أهل العلم من منعها مطلقا، ولكن القول الصحيح عندي هو الوسط، ودائما خير الأمور أوساطها، وهي أننا ننظر بما عطرت به، فإن كان ما عطرت به يؤخذ طيبا استقلالا فلا يجوز استعماله للمحرم، إذ ما كان طيبا استقلالا فيكون طيبا مخلوطا بغيره ما دامت أوصافه ظاهرة، وأما ما لا يؤخذ طيبا استقلالا فإنه يجوز للمحرم استعماله، إذ ما ليس بطيب استقلالا فإنه لا يعتبر طيبا إذا أضيف إلى غيره. وأضرب لكم مثالين، المثال الأول هذا المنظف معطر بالبرتقال، هل يجوز مثلا للمحرم أن يستعمله؟ الجواب لو أن المحرم استعمل البرتقال أصلا وأكله ودهن به جسده، إيش المشكلة عنده؟ هل هناك مشكلة؟ الجواب لا. فإذا كان استعمال البرتقال استقلالا يجوز للمحرم، فإذا خلط بغيره وعطره فإنه يجوز استعماله من باب أولى. المثال الثاني المنظفات المعطرة بالمسك، فإن المسك طيب استقلالا، فإذا خلط بغيره فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعمله. لماذا؟ لأن ما كان طيبا استقلالا فيكون طيبا إذا خلط بغيره ما دامت أوصافه ورائحته لا تزال ظاهرة بادية، وهذا قول وسط، فلا نمنع المحرم من المعطر مطلقا ولا من المنظفات غير المعطر ولا نجيزها له مطلقا، وإنما ننظر إلى ما عطرت به، فإن كانت قد عطرت بما هو طيب استقلالا فلا يجوز له استعماله لأنه نوع طيب، وإن عطرت بما ليس بطيب استقلالا فإنه يجوز له حينئذ استعماله. فإن قلت وهل يجوز للمحرم أن يمس الحجر الأسود إذا كان لا يزال معطرا؟ أنتم تعرفون أنهم يعطرونه بأفخر أنواع المسك وبأفخر أنواع دهن العود، نقول إذا علم المحرم أو غلب على ظنه أن آثار الطيب لا تزال بادية فيه فإنه لا يجوز له أن يمسه، لأن هذا لون تطيب جديد، فلا يجوز للمحرم أن يمس الحجر الأسود إذا كان معطرا من زمن قريب، وإنما يكتفي بالإشارة إليه. فإن قلت وهل يجوز للمحرم أن يغسل أثر الطيب على ثوبه إذا رأى أثرا؟ الجواب نعم. فإن قلت أولا يعلق في يده شيء من رائحة الطيب؟ فنقول نعم، ولكن المتقرر عند العلماء أن أثر الجائز جائز، ونحن أجزنا له أن يغسله لأن غسله إنما هو من باب التخلص، والمتقرر عند العلماء أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائز، أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائز، فإذا بقي في يده شيء من أثر هذا الجائز فإنه لا بأس عليه ولا حرج فيه إن شاء الله. وهنا مسألة لا بد أن ننبه عليها، وهي أن من الناس من يعطر ثوب إحرام آخر له ليسعفه في حال الضيق، فإذا اتسخ ثوب إحرامه الأول فتح شنطته ليخرج الإحرام
الثاني وهو لا يزال يعج برائحة الطيب، فهذا لا يجوز له لبسه ما دامت رائحة الطيب فيه، لأن هذا ليس بقاء أثر، وإنما لبسه يعد تطيبا جديدا، فلا يجوز له أن يلبسه، وإنما يجب عليه أن يغسله حتى تخف رائحة الطيب أو تذهب، ثم بعد ذلك يباشر لبسه. ونرى كثيرا من الناس يخطئ به هذا من حيث لا يشعر، ولذلك فالأسلم عندنا أن لا يطيب أي ثياب من ثياب الإحرام، فإنما الطيب للمحرم في جسده لا في ثيابه. فإن قلت وأنا لا أريد أن أطيب هذه التفاصيل لأني ما أطلت في التفاصيل التي قبلها، ولكن تأتي المسائل أحيانا، هل يجوز له أن يقبل هدية الطيب؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه يجوز، إذ أن قبول الهدية لا يعتبر تطيبا بها. فإن قلت ويجوز له حمل الطيب أيضا، الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا بأس به ما لم يغلب على ظنه أنه كثير النسيان، فإن كان يغلب على ظنه في حمل الطيب أنه قد ينسى ويتطيب فلا جرم أن سد الذرائع في هذه المسألة هو الأولى. فإن قلت وما حكم شم الروائح الزكية مما لا يسمى طيبا ولا تطيبا، كشم الورد أو شم التفاح أو البرتقال أو الثمر للرائحة الطيبة، فنقول لا بأس به إذ لا دليل يمنع من شم الروائح الزكية، وإنما الدليل خص المحرم بالمنع من الطيب رائحة وشما، فما كان من الطيب فإنه لا يجوز له أن يتطيب به ولا أن يقصد شمه، وإنما وأما ما ليس من الطيب فإنه لا بأس عليه فيه. ثم قال في المحظور الرابع أو قلم لظفر، والطيب أو قلم لظفر بدان، وهو تقليم الأظفار، ولا أعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة على أن هذا من جملة المحظورات، ولكن إن عقد إجماع العلماء على أن المحرم ممنوع منه فدليله الإجماع، ولأنه من جملة ما يترفه به، وقد حكى هذا الإجماع الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وحكاه غيره من أهل العلم. فلا يجوز للمحرم ذكرا وأنثى أن يأخذ شيئا من أظفار يديه ولا شيئا من أظفار رجليه، وأما من كسر منها فإنه يزيله، لأن من أتلف شيئا لدفع ضرره عنه لم يضمنه، لأن من أتلف شيئا لدفع ضرره عنه فإنه لا يضمنه. ثم قال بعد ذلك وقد انعقد إجماع العلماء على أن المحرم ممنوع من الجماع ومقدماته لعموم قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدماته، وهذا من المحظورات العامة على المحرم ذكرا كان أو أنثى. وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن من وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإن حجه يعتبر فاسدا، وأجمعوا على وجوب المضي فيه مع كونه فاسدا، وأجمعوا على أنه يغني بدنة عاما قابلا، يعني على من جامع قبل التحلل الأول عدة أمور. الأمر الأول أن حجه قد فسد، ولا أعلم محظورا من محظورات الحج أو الإحرام يفسد الحج من أصله إلا الوطء، حكى ذلك الإمام ابن المنذر إجماعا. فجميع هذه المحظورات التي ذكرتها وسأذكرها لا توجب فساد الحج عند اقترافها إلا هذا المحظور بما لو فعل قبل التحلل الأول، فيكون حجه فاسدا وعليه المضي فيه، وعليه أن يهدي بدنا، وعليه أن يحج من قابل. على ذلك إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال بعد ذلك مع عقد النكاح،
وهو من المحظورات العامة، فلا يجوز للمحرم ولا للمحرمة أن يعقد نكاحا، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وفي رواية: ولا يخطب عليه. والرواية الأخيرة لابن حبان في صحيحه وليست للإمام مسلم، فانتبهوا لذلك. فلا يجوز للمحرم أن يتولى عقد النكاح له، ولا يجوز له أن يتولى عقد النكاح وكيلا لغيره، ولا يجوز للمرأة أن ترضى بأن يوقع عليها عقد النكاح. وفي قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من عقد النكاح وهو محرم أو عقده على محرمة فإن نكاحه فاسد، ولا بد من تجديده بعد التحلل من الإحرام. فإن قلت: وهل يجوز للمحرم المطلق أن يراجع زوجته وهو محرم؟ فهل الرجعة تحرم كما يحرم النكاح؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جواز الرجعة حال الإحرام، لأن الرجعة إبقاء وليست إنشاء، والمتقرر عند العلماء أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فإن قلت: وكيف تقول بأن المحرم لا يجوز له أن يعقد نكاحا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه نكح ميمونة وهو محرم، عقد على ميمونة وتزوجها وهو محرم؟ فإن قلنا: وأين ثبت هذا؟ قال: ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وهذه معضلة تحتاج إلى حل، فنقول: لا إشكال في ذلك ولله الحمد. وقد اختلفت أجوبة أهل العلم رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة، وأصح الأقوال عندي فيها أن حديث ابن عباس وإن كان في الصحيحين إلا أنه حديث شاذ، لأن الثقة فيه قد خالف رواية الثقة، فقد خالف رواية من وقعت عليها القصة، وخالفت رواية السفيرة بين ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من وقعت عليها القصة فقد روت هي نفسها في صحيح مسلم عنها هي نفسها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. ولا جرم أن رواية من وقعت عليه القصة مقدمة على رواية غيره عند التعارض. وابن عباس لم يشهد القصة إن كان هذا الأمر في عمرة الحديبية أصلا، وابن عباس إن ذاك كان صغيرا في المدينة لم يكن معه، وإنما بقيت له القصة نقلا، فأخطأ ناقلها، فظن ناقلها أن عقد النكاح على ميمونة وقع والنبي صلى الله عليه وسلم محرم بعمرة الحديبية. وميمونة أزالت هذا الإشكال وهي أدرى بما وقع عليها من غيرها. وأما رواية السفير بينهما ففي السنن من حديث أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال غير محرم، وكنت السفير بينهما. فهو عاصر القصة وعرف أحداثها، ورواية من عاصر مقدمة على رواية من لم يعاصر. فهذه الروايات تبين لنا بيانا شافيا كافيا بأن ما يثبته ابن عباس مما نقل إليه أنه ليس بصحيح. فالقول الحق حرمة عقد النكاح بالنسبة للمحرم أو المحرمة، ومن عقد نكاحا في حال إحرامه فإنه يعتبر باطلا. ثم قال الناظم عفى الله عنا وعنه، عفوا قبل ذلك أقول: وما الحكم لو كان المحرم هو الحاكم واحتاج الناس إلى عقد النكاح، أفيتولى العقد لهم بحكم ولايته؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه يحرم عليه أن يعقد النكاح مطلقا ولو بحكم ولايته، وإنما يبحثون من يعقد لهم، ثم إذا أحل من إحرامه ينظر في الأمر.
فإن قلت أو يجوز للمحرم أن يكون شاهدا في عقد النكاح فقط، الجواب فيه خلاف بين أهل العلم والورع تركه، والورع تركه، لأن الشاهد منكح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح والشاهد منكح، فالورع تركه، والأمور المشتبهات يشرع تركها، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال وصيدنا، وصيدنا الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.